السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم بخير. كالعادة الشبرية كم مكبرها والرقبة الطرف هذا. هقولكم ما أدري ليش شبرية من الكبار دبل ما تسمونه. شو دبل؟ سلام عليك يا دبي، سلام عليكم للطيبين، سلام عليكم للفنانين، سلام عليكم يا هل بالإطلالة الفنانة. والله انه يستاهل، يستاهل وفنان تحرى عندك ياس في قصر من هالقصور. وصدق كانت تبون الصدق للطلالة، طريقة ترتيب الفندق، طريقة قصر، هو يقولون مسوين على هيئة قصر، قصر روحه فرساتي، قصر روحه راعي الماركة هذه، روحهم مسوين المبنى على. أنا ما شفت فندق مهتمين بأدق التفاصيل. البارحة أقول في الليل وحرمين عقب ما سكرت عنكم، بسكر عنكم خلاص يعني وقت رقاد بالمطعم. يوم شفت الكوب هذا، ها الكوب هذا عند راسي مركوز، الكوب هذا ولن تحرى عمرك لابس تحيد الحزام مال فرساتي الأول، الحزم مالهم الأمهات البكلة العودة هاي اللي في النص هذا الحديدة اللي عليهم اللي منه ويحطونه في الخبيج هاي اللي يسكرون وقت الحزام، يعني نفس اللي يحطونهم في الحزم في السير هاي مال البنطلون الأول الواد ما حد يلبس بنطلون إلا أول بعد يجهزوا الحزام. مين شو وين حاطين ماركتهم داخل تحت الكوب؟ وهذا لو تضرب، لو تضرب بكافر أسلم، لو تضرب بكافر أسلم. شيء جميل، طلال جميل. فأقولكم ما في شيء، ما في شيء، ما في روح ال روح نقش أو روح ديزاين فرساتشي. كل شيء، كل شيء مسوينه فيه علامة من فرساتشي الفسيفساء، ديكورهم والرقدم ريحة. والله يا ابوكم مفروض اني انا الساعة 11 و12 بحاطينه نرمس قرقروا 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 قرقروا. والله يا ابوكم رقاد الفندق خفيف، زادهم العرسان يبون يجددون نشاطهم. يا الفندق هذا كل من ما بغوا يجددون نشاطهم ردوا المكان هذا، ياخذون العرسان غرفة عادية أو سويت اللي هو كله بمقدورة. والله عاد حد يسألني ترى على الأسعار، خلاف بعرف حاجزين نحن ومكملين، خلاف عاد بخبركم عن الأسعار وطريقة السؤال، يعني كلها بتعرفون. الفندق والله إنه مميز وهادي هادي هادي هادي، ويتمتع بأطلالة جميلة على خور دبي، أطلالة أطلالة خلابة، ما شيء هدوء، ما شيء ضوضاء، كل هدوء هدوء، سكينة، تحس عمرك ياسي منطقة هادية ما فيها أي هرن ولا إزعاج غير صوت الطيور، ما شيء غير صوت الطيور. وأكلهم مميز، البارحة اللي عشانها شفت وين يمشي الريال هذاك، مشاهد من الطرف هذا، مشاهد الحوض الصباحة، مكان وايد راقي، هادي هادي هادي، ما في صخب البلاد، ما في صخب البلاد، ما في الإزعاج، ما في الهرنات، ما في الضويل، ما في مكان مراحة، مراحة واستجمام، سبحان الله. يعني اللي انتقل الموقع هذا مال الفندق هذا الرجال فرساتشي وايد زين مكانه، يعني يوم جو تنقل المكان هذا يعني صاب الهدف. بيني وبينكم صاب الهدف مرة سنتر سنتر وصاب الهدف. كم تحيدون هذا كان طوق كامل البارحة، ترى هذا كان طوق كامل، هذا كان طوق كامل، وانا والله اني ما عرفت شو
هزموا أبوي يشطفون ويأكلون من الشباب. ترى أبوي أول ما من اكتشف هالموضوع بإبراهيم منها. ترى أبوي هاكل حلاوة وحلاوة من الزين بعد، وكيك عدها ما أعرف شو اسمها، أظني فلفت يمكن فلفت، لكنها طعمها لذيذ بعد بالرغم إني جايين متعشي. هذا لوح شوكليت ترى لذيذ طعمه دارك. هزمنا كسر ما تكسر، كسر ما تكسر، والله انها شغله. جايبين ضيافه وها كله من حلاوه. سبحانك يا رب، والله ما غلبهم شيء. لك الكيكه عليها ما اعرف شو اسمها، اللي بيي يطلب منها الكيكه. طبنا كل واحد كل شويون شويون وايد لذيذة. المراد بنال مسخلاف الله يحفظكم، ترية الشباب يبي عيون بنصير ترية. إبراهيم إبراهيم صباح الخير. شو تفكر؟ تحلمه؟ لا أنا كنت بابك مسكر. جيتك من البلكونة. الله يعطيك صلاة. شو صلاة؟ أنا بخير. الله يا إبراهيم لازم تتأكد من كلامي. أحلى ما يزهو عليك اللون الأبيض. والله العظيم بإبراهيم. إبراهيم والله. تدري يا؟ شو أصبحتوا؟ الحمد لله. محمد شحالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. شو رقادك البارحة زينة؟ رقم واحد. شفت الهدوء والله عليك. من الصبح كنت أرمس عن نسبة الهدوء اللي ما شيء كثرها في هالموقع اللي نحن فيه، بالرغم أن نسبة الإشغال 75% الفندق. بعد أنا أصور لكم هذا القلم اللي والمكان ها كله. أقول لكم شو بقول لكم، ما مسموح نشل هذا ويانا. يس السلام عليكم مستر أقلدي. عليكم السلام مستر. سير ماي نيم إز جلن، أم كولينج فروم ذا باتلر سيرفيسز أوف ذا هوتيل. والنعم. Yes. Yes, sir. I just want to check how's everything. Everything's fine. How's your sleep? Alhamdulillah, it was deep sleep and very good, very quiet. Inshallah, that's good to hear, sir. That's very good to hear, sir. Did you have already breakfast, sir, for today? Now we are going, inshallah, after 5 minutes. You're going. Please don't forget, you can, the breakfast is in Giardino restaurant. And then the team is already expecting you as well. And then later on, I will be seeing you there so that I can get the details regarding the Imperial Suite for you. Inshallah. Thank you very much, brother. Okay, thank you. What's your name? Thank you. Bye-bye. والله ما أبو حالي. بتخبره شو اسمك؟ لك شو أبو اسمك؟ قال لك بتلر. بتلر يعني هذا اللي... وين أبو؟ قلت له بتلر. أقول لكم... بتلر يعني هذا اللي يحط باله من العرب اللي يجون لكل سويت شيء موظف خاص يحطون. نحن حجزت سويت اللي هنا وحجره لابراهيم وحجره لمحمد وحجره لابراهيم ومحمد ومهندس منهل. اعطونا اياهم سعر موافق، قالوا مدامكم بتاخذون السويت بنعطيكم سعر زين. وقالوا شيء مفاجأة لكم اليوم، شيء مفاجأة انكم اول مرة تونهم. انا والله ما الومهم، هل يبون عرس ابا حريمهم كل شهر مرة ومرتين يجددون الماضي في هالمكان. تدري ابراهيم العرسان اللي تشد عرسه وتجون كل شهر مرة ومرتين، كذا واحد وكذا وحدة كلموني يقولوا لي نحن من عرسنا دخل الزفاف مزفوهم في الفندق هذا، يقولوا وأتمنى أن كل شهر أو كل أسبوعين أو كل شهرين أني مرة أو شبه مرة البنبات. هي والله هي ريلاكس هادي. هي والله الحمد لله. هي والله أنا وايد يازلي يازن هادي. أنا عادة أحب الصخب، أحب القرقعة إلا وقت النوم. وقت النوم لازم يكون هدوء طريقة ما تتخيلونها. والله يا وقت حر الفندق ما حسق فيه إلا نحن. هاي سبحان الله ينغش لكن شو ها قم بنصير تريق. يلا أنا هذا ريوقي حياتي صدقتك.
مشكلة الحين من أظهر من الحجرة ما أعرف يمين ولا يسار، كل وقت أغلط. المرة هاي يمين ولا يسار؟ بسوي. زين أنتوا حجركم تيها؟ أها. أقولكم ترى اللون البربل يعطي وجاهة وجمالية مع الأبيض يوم يتداخل، يوم الهيدرات بيج ولا أوف وايت. وأعتقد اللون الأبيض البربل هو ها شفتوا ها تعالوا يعني هو اللون المعتمد عند فرساتي أتوقع يعني والعلم عند الله، لأن الأول شوف ألوان فرساتي اللي نحن من ثبتنا العقل نعرفها كل هالألوان الصاخبة الجميلة اللي فيها حياة وفيها حركة ما فيها موت وفيها حزن. ها يا سهل أقولكم كل زاوية من زوايا الفندق كلها فرساتي، كلها فرساتي بلاك. هذا شوف اللفت إبراهيم. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ شو أصبحت؟ شو رقادك البارحة؟ ها هدوء ها؟ نزلت مشيت اللي بعد ما كلم بعد ما طلعت. قول والله. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. Thank you. هذا مطاعم الشقق الفندقية الشرقية الشقق السكنية أفي تبار مطعم جاردينيو جاردين جاردينيو هذا اللي أحب أتريق فيه مطعم يستاهل بركة السباحة. Asian to start with. Okay. Okay. So I'm used to the kitchen takes perfect. Right? This is Asian counter, yes, please. Yeah. So we have the cereals and the milk and nuts selection. Bakery station will be the clients. And I have for you the Indian and some Arabic. In the same place, yes. Indian and Arabic. Yeah, زين بنيعم أكلنا متقارب نحن اللحنون. This is Egyptian, صح؟ Full Madamas. Huh? Full Madamas. Full Madamas. Yes. And this size, we have a good collection of the fruits and smoked salmon and some اللحوم، الريوق، الجبن بأنواع، الزيتون بأنواع، كل شيء فنان عندهم. شيء طول يعني البوفيه مالهم ما بشيء قوت عليه يموت لا كل الثول كل الثول أبغى تباتير. And this is the chef prepared for you. السلام عليكم. Good morning chef. إيه. So we go with the omelette section and some English breakfast collections. زين زين. And this one شو اسمه؟ French toast. French toast. Yeah. So you have the French toast. You have the turkey bacon. You have the sausage and you have the hash brown. زين زين. إبراهيم يموت في الهاش براون. Thank you, chef. هذا كل أبوي قسم المربيات. Some collections and jams. And we have also here the juice counter station. So you just do the family style. Example. Salam alaikum. For you some example vegetable and fruit juices we can prepare for you. Thank you very much. For how many people you are? How many persons? Four persons. Four persons. Four persons. Absolutely. You know, Mr. مهندس منهل. إبراهيم، where is إبراهيم؟ You know this is إبراهيم. Hello, how are you? Hello, nice to meet you. I'm welcome to Jordan. يلا. I have indoor and outdoor. حسب شهادة كل اللي كد تريقوا في هالمطعم إنه من أجمل وأحسن وأرقى مطاعم في دبي، ونسبة الأطعمة اللي فيه والأنواع والكولكشن اللي موجود فيه من مخبوزات ومعجونات وكل شيء موجود عندهم من أحسن أماكن اللي الواحد يقدر يختارها إنه يختار في دبي إنه يتريق فيها. وإذا بتلاحظون لون الجدران واللبس والكراسي والأطعمة اللي لابستنها الشغيلة الويترية من ذكور إناث كل مستوحى. جينيفر لوبيس هاي وحدة ممثلة وعارضة وحدة يعني مدوخة عربا وايدة.
في جسم وشكل وعارضة أزياء، متعارف على المواضيع هذه يعني، أن عارضة الأزياء والمغنين والمطربين أي شيء يسوونه يكون شيء مميز، نلبسوا شيء، نلبسوا فستان، نلبسوا نعال، نوع التسريح، سكنوا في مكان، فعلى طول يكون هذا مميز للغاية. حفل جوائز استوى في نيويورك اسمه غرامي، فعارضة الأزياء لابسة لون فستانها نفس اللون هذا جنجلي، لون ألوان الغابة، اسمه جنجل درس. منو مصمم منه؟ مصمم منه فرساتي. لذلك الفندق هذا استوحوا لون الديكورات لداخل، والوور بيبر واللبس اللي لابسينه الويترية من نفس لون فستانها. أحب أحط لكم لون فستان. يومي عندها بالشفاف أي لسه فلسة حطه من هذا من هذا من هذا، عادت تحبره. قلت له أبغي شيء سبيشل. What is the special you will make for me? I will make a masala omelette for you. It's spicy. Ah. Is it different? Yes, it's different. إنزين. Is it masala omelette? Is it Indian style or Indian style? إنزين. لكم عادة للأومليت البيض المشروخ يبونه المطاعم، أغلبية المطاعم يعني بعلف، حتى يبتاع في الجمعيات. هذا أنا ما داني هذا، يعيبني هاي الساعة يجدون هالبيضة قدامي. فيوم حط لي روحه من هذا اللي عنده روحه مشروخ وزاهد، قلت له أنا ما أريد من هذا. قال لي أنت تحرى علب، هذا مش علب، هذا نحن روحه، نحن روحنا نكسره ونشرخه ونخليه في الماعون هذا. كيف أفهمكم؟ مثل هذا، ها الحين هذا شوف، حد يشرخون له هاي الساعة البيضة، شوف يشرخونه ويكودونه. ف يعني هاي روحه يعني ما اتوقع ان اي مطعم حتى في اوروبا ما يستوي هالشيء. على فكرة ترى عمرها ما كانت اوروبا مقياس للشيء الجيد. ترى عندنا في الامارات نخبة من المطاعم والفنادقات تكون معدومة في اي بلد في العالم. نحن عندنا في الامارات كل شيء وايد زين ومنتقى ومتعوب عليه ويجيك وايد مهتمين في ادق التفاصيل. نحن الحمد لله رب العالمين، بلادنا حماية المستهلك مهتمة بأدق التفاصيل في كل ما هي شاردة وواردة، كل ما هو صادر ووارد في الدولة. هذا كل حفاظا على سمعة منتج الإمارات اللي يكون موجود في الإمارات، والشيء اللي يستعمل في دولة الإمارات للزوار وللقاطنين وللساكنين شيء وايد جميل. نحن اللهم لك الحمد عايشين في نعمة، اللهم لك الحمد. مستحيل تلقط في أي بلد في الدنيا العودة كمية الشيء العرض اللي يكون. أيوة this is for me absolutely thank you thank I need it extra well done please thank you. ترى المطعم بلاد مكبرة من داخل، شيء سخاري في البرندة شارات الليوان، ونحن يلسنا في برا طرف هذاك. اخترنا الطاولة هاي، الشباب ما شاء الله ريدوا الدنيا كلها تبارك الرحمن. ها ابراهيم فنان اللي تسدك اليلسة انت، كان مميز والله. والله الاول ما شيء غربان في دبي، الحين حتى القربان ها ليه تضحك؟ والله ما تتسمع. هيب شوخة قاق وقاق، الأول ما شي قربان. هناك الحول ياسين، هذا قسمه كلمة. شيرة اللوز ماخذ حيز كبير. بعد أبوي ليه ما يرى حصلة. هاي مصيبة. أنا بتريد وخلاص بردنا بس. شيء حتى بلاليط عندها. هوا اللي قطول بلاليط؟ القسم الهندي. والله.
أبوي بانكيكهم بانكيكهم يعني أكيد إنه مميز لطريقة عرضه وطريقة حطه في أبوه الفرنش توست بعد غير نمونة. وهذا أبوي سيرب ماله أكيد عمري عيبه السبايسي أي شيء فيه فلفل لا يتوانى في طلب المسالة وين نسيت اسمه مسالة أومليت اسمه مسالة أومليت وايد فنان اللي ما يحب الفلفل لا يطلبه بالك كل شيء مميز كل شيء مميز بالأخص هذا بالأخص اللي كان هني ها قبل شويونه كل زين كل زين وكل فنان وكل من الغاوي اللي ماشي إشارات بالدنيا العودة من الأشياء المنتشرة في ثقافة الإمارات الثقافة الأصيلة اللي مستحيل تلقط هالشيء في أي دولة ثانية فقط تلقط هالشيء في الإمارات اللي ينقد على الشيء يغيره مثلا هذا موجود أنا أرمسكم عن بوظبي بوظبي وشو اللي أنا عشته في 50 سنة وشو اللي شفته وليش وشو اللي سمعته من يداني من وين يوت نكتو ان اللي ينقد على شيء غيره مثلا بتقول شو المعنى المعنى دخلت على بيت اوادم وشفت شيء ما يازلك فنايلهم ثلمات ولا صحونهم مشلخات مشرخات ولا زولية ما يازتلك ستارة ما عيبك توصل الى درجة حتى سيارات ما يازتلك الإنسان اللي عنده ما على كريمة متشرب ثقافة الإمارات وحدة تراها من بوظبي اللي في جيرة ما شيء غير عن الثاني لكن في فرق بين قبيلة والثانية والعرب هاي الفلانيين سكنتهم كانهم في ساحل ولا في يبل ولا في بر ولا في وادي يعني اللي قرب الساحل تختلف الثقافات وطريقة تنفيذها مثلا اللي بي شاف شيء ما يازله ما ينقد عليهم سامانكم مبزين ولا مبغاوي ولا لا 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 اللي ينقد على شيء غيره شاف انيالهم مثلهم من بعيد لبعيد صار البيت او صارت البيت رأيت اللي نقدت على الموضوع هذا وخذت بدال الدرزن درزنين واندبتن للعرب هاي هالعرب اللي هي ظاهر من عندهم روحهم فنانين ترى زقرت هالبلاد يتفكرون ليش هاي طرشت لنا نحن فنايين شو من منقود نحن عند على فناييننا يوم يطالعون فناييننا ولا نحن فلمات أو شوي عندهم شوي هذا في ريحة نهكة مبغاوية منهج ولا نوع البهار مبزين أو شيء مبغاوي ما تجلس تعذرب على سامانهم ما بيعزلك أطبخ وطرش لهم هم بيعرفون وبياف الفطين يفطن ما يبال كلام فشيء يعني حطر عليه ما أدري إيش خبرتكم عن الموضوع من شيء ترى من الذاكرة عندنا شخصية الله يحفظكم من الفندق ومرحبا بها وغير أنا بروح يعرف عمره هو منو وش لجلي هاي تفضل محمد خميس مدير البروتوكول عندنا في فندق فرزاتشي أنا إنك يا أبو محمد عشان بس أقول لك إن الإدارة شافوا البارحة سنابك وقرروا أن يسوي لك أبغريد أبغريد المكان اللي أنا فيه المكان اللي أنت فيه الامبريفيوس سويت بعد نعم هالي فوق الزين أكبر سويت عدا يا سلام يا سلام عيد عيد أبو خليل عيد استاهل والله يا أبو عيد عيد وإبراهيم وياي ولا نعم إبراهيم وياك وكل ربعك يعلك تسلم يعلمني يا ربك الجنة يعلى الله يحبه مشكورين مشكورين أولا المكان اللي نحن فيه هالي سويت حين هوايد فنان عطونا إياه بسعر مناسب على فكرة سعره وايد زين لكن انتوا الحين بتودونا فوق ما بتزيدون علينا ابدا بس ابغريد شهدوا يا من حضر ابراهيم احنا زي خلاص منصور شب منصور السلام عليكم جود مورنينج تو يو ثانك يو فور ايفريثينج وات يو دان فور اس لاست نايت ات واز وندرفل نايت ثانك يو فيري ماتش انزين ابوي فشكرا جزيلا لك وللاداره لكن هم يعرفون ان احنا بعدنا لين بكره اكيد نحن نتمنى انكم تطولون عندنا الله يسلمك يطول بعمرك فندق ما شاء الله تبارك الرحمن فوق عن المميز ومهتمين في ادق التفاصيل ادق التفاصيل من كل شيء في كل شيء يعني اخ محمد
نبي نبدا عن الفندق وخلاك عيونك باختصار وتخبرني شو قصة الفندق. انا ما اشوف شيء الا من تصد الطالع تحس انه فيه وراه قصص وراه خراريف وراه علوم. حتى اللوز كله نخيل ولوز وزيتون. شو هذا؟ انا وين الحين وشاو على هالمنظر الجميل على هالخور الفنان؟ انا في وين وشو هالفكرة وشو الامر هاي اللي نحن فيه؟ الفكرة كلها طول العمر بدأت من قصر فندق فرزاتي اللي في وين؟ اللي في ايطاليا. أه. وفرزاتي نفسه جياني فرزاتي عنده كان عنده فيلا في ميامي. نعم. فمزج الفكرتين هذه طلعنا بالقصر هذا اللي هو فندق بلازا فرزاتي. يعني قصر فرزاتي بلازا فرزاتي. وظهر هذا اللي تشوف اول فندق تم في استراليا في الجولد كوست، وهذا ثاني فندق في العالم فندق فرزاتي. ومثل ما تشوفون دخلوا الفرزاتي في أدق تفاصيل الفندق. نعم. من الجلاس من اي شيء. اي والله انا اقولك حتى في كل شيء فرزاتي، خواشيج، الصياني، الصحون، حتى الملاحات ما في شيء انا ما اشوفه. من اكبر قطعة اثاث الى اصغرها كلها من تصميم فرزاتي. سبحان الله. كل شيء. نعم. ومثل ما تشوفون عندنا ورانا هنا حوض الشرقي، وعندنا ثلاثة حواض في الفندق هنا، والغرف مفروشة بفرش فرزاتي. فكل شيء تعمدنا أو أصروا علينا نكون من تصميم جياني فرزاتي. حتى الفود، السكاتين، الخواشيج، الصحون، قبضات الباب، كل شيء من ماركة فرزاتي. شو السر في الاتقان هذا؟ منو هذا اللي سوى لكم هالدنيا كلها؟ شركات كبيره طبعا بالاشتراك مع شركه فرزاتي. وحين مثل ما بتشوف ابو محمد، مثل ما طلبت انت تبغي جوله فبسوي لك جوله. على فكره انا عاده واللي بيدخل في حساباتي على اليوتيوب وتويتر وانستغرام بيلقط اني اي فندق اسكنه داخل الدوله او خارجها، في اليابان، في الصين، في الفجيرة، في دبي، في لندن، في أي دولة في العالم أنا جيت أخبر الإدارة من عقب ما أسكن، أستأذن منهم شيء طبيعي أني أنا في حال أعجبت في الموقع اللي أنا جايينه أقولهم أريد تسوي لي تور في جميع أنحاء الفندق. حتى أمس صير بنياس، قلت لهم يحوطوا بي في كل الأماكن، في الفنادق، المطاعم، في الشركات اللي تشتغل هناك، وانا لا اعرف لا باب ولا من سبعه. لكن سرت وعيبني الشيء، وعيبتني الجزيره، وعيبني كل ما هو موجود فيها، فحبيت الناس تشوف اللي انا شفته. والحمد لله الفيدباك والمردود كان جميل. اللي ما شافه تصير شافه وسار لها. والفندق لين يوم لين بكرة ممزور لين عينه بمطاعم، بالشركة هاي اللي يودوا العرب، من هل اللي يودوا العرب يحطون يسمونها سفاري، كله فل، والأنشطة كلها فل من يوم ما يينا لين يومكم هذا. هاي روحة كم أنا محصل من الأجر؟ الدنيا والدين، محصل من الأجر. الوادم اللي تصير شرق وغرب لقطة هالشيء موجود في بلادنا. فلذلك أنا استأذنت وخبرت وقلت لهم وقالوا إن شاء الله كل ما سويت في خارج بلادك حتى هني في بلادي، أي مكان أنا أسير لازم أخبر باللي أشوفه في حال عيبني. حفل مني والطريق وما عيبني ترى مر ولا ضر. ييتك عم ما تقول ما ييتك، صمم بكم لا يفقهون ما يخصني. كانت لك ما أقول إن هذا سير ولا تعنى ولا يلسو ولا كلو ولا ما يخصني. على طاري الموضوع هذا، من مده قبل 3 شهور كنت انا في معرض وانعطيت هديه، هذا في المعرض جتني هديه وقبلت الهديه وقلت بجربها يوم الموسم، وجربت الهديه يوم الموسم وباءت بالفشل، كامل. خربت علي موسم كامل في بيتي، موسم كامل اخترب. والحين يعني مليون اتصال من في خلال هالثلاث الأسابيع اللي اختفن، وأنا أتحرر له. أنا يمكن قلت غلطان ولا نحطيت قليل ولا كثير، لا حطينا حسب الوصفة وحسب كل شيء،
وباءت بالفشل. فلذلك انا قلت ابوي انا ما اعلن عن المنتج هذا، انا يعني هديه وجربت على 7 لو 10 اماكن وباء بالفشل. الناس اللي من غير يوم شافوني حطوا حق بقعهم كلها، ما خلوا حق عمارهم اذنه من هذا المنتج. غير كل يقول لي ويلومني ليش يا ابو محمد، قلت ابوي شفتوني انا اعتمدت قلت لكم زين، انا ياني وصوروني، هل انا نزلت في حسابي ان هذا الشيء زين وفنان واستعملوه؟ قالوا لا، نحن لك هالمكان اللي شفناك انت تصور فيه مكان زين. قلت لو حتى مكان زين انتوا شفتوه بعينكم، لكني انا صورت وانا استعمله، انا حطيت منه، شفتوني طريته. قالوا لا. قلت خلاص مالكم حق، لا لكم لا حق ولا دعوه علي. تعال واتس يور نيم؟ علي. علي ما شاء الله عليك يا علي، هات عودك وغني لي. شكرا يا علي. شكرا. Where do you come from? I'm from Pakistan. ما شاء الله عليك. Which part of Pakistan? From Lahore. تبارك الرحمن. You married? Yes, recently, 5 months ago. ما just to you? Now there's in the way there is baby or no, not? Not yet. Why يا بابا؟ Maybe later. ما هو حاله؟ Yes. How many days you stay there? There when you married? 2 months. 2 months. My wife is here with me. Here? يلا يا الجبيت baby. إيه hey, الله بارك الله فيك. Thank you. عبد الله نحن متفقين من البارحة وقايل لك أنا أي مكان أزوره فندق متحف أي مكان من يعجبني أقول للمسؤول، وأنت الحمد لله أنت شو اسمك أنت؟ لا ما بالاسم في الوظيفي. مدير مطاعم. مدير مطاعم خبرت الجماعة أن نحن نبغي نأخذ تور في. كيف أسوي بك اسمك خير نمونة اسمك ما بمالك أنت عبد الله ما واحد شيء طويل ياباني. احنا بنسير عبد الله نحن غرفنا نريح شويونه وعقب بنسولف يا شباب دخل. لا احنا مش هنروح على الغرف لان الغرف بتاعتكم اتكنسلت بعزم من الاداره، عملنا ابجريد للامبريال بيت. نطلع على الامبريال تمام حبينا يا جماعه الكلام هذا الحين وديك سامان نقلنا كل حاجه على الامبريال سويت. احس مفاتيحنا ما يشتغل موجود فوق والناس والباترز موجودين فوق منتظرين حضرتك. يا ريال يا ريال. شكرا شكرا يا ابو حميد. شكرا شبابنا وكشارنا وكنادي كل حاجه تنالت كل حاجه تنالت. هذا نحن في اي دور الحين؟ تاسع. دور التاسع. دورنا نحن كان بيربل البنفسجي. الحين هذا اللون شو؟ بني. بني ضمني؟ قهواتي لك من الفاتح. ما تشوفون تصميم كل فرساتشي. السلام عليكم. اصلي بعد هالرجال جنة. السلام عليكم. This is our place, the new place. Yes, this is the MP Street. That's his new place. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. خير. تشايفين لي أنا أشوفه ولا يتراوالي؟ خف علينا. على فكرة هاللي طاحت ما كانت مقصودة يعني، مستحيل تكون مقصودة يعني. بلاتك يا بلعب يا ربي. هذا الامبريال سويت مساحته 1207 كم؟ 1227 متر مربع. الله. زي ما احنا شايفين دلوقتي الغرفة الليفينج محرك فيها طاولة البلياردو اللي خلاص بدأنا نلعب ما شاء الله هوت. وعندنا الـ 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 الدي جي مكان مخصص للدي جي هناك، وعندنا الجلسة هنا بالفاز. وهاي البلكونة كاملة مفتوحة على بعض البلكونة. نقدر نشوف البلكونة لو سمحت؟ الحجار وين عيال؟ الغرف وين تكون؟ فوق فوق الغرف فوق. خلونا نطلع البلكونة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مش مطل على الخور ها؟ ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الطبق في الطبق الثاني، البلكونه بتاعت الطبق الثاني بتبص على الخور مباشر الناحيه الثانيه. والله؟ اه ابوي ها شفت المعلي وسنان على ما قالوا المصريين وشو اثى؟ الله العظيم
سبحان الله، الله رزق دبيها الخيران وعاطت انها مكانة جميلة، مناظر جميلة الخيران مسوي في دبي، اللهم لك الحمد. على فكرة كلها بلكونة واحدة، كلها بلكونة واحدة. فكرة هذا حين اللي تشوفونه، هذا وكر، هذا وكر، هذا تشوفونه وكر، ترى صدق والله ما أمزح، هذا وكر. أقول لك عبد الله مشوا يعني عرونا الباقي المكان، عبارة عن شو حين المكان هذا نحن فيه؟ دي كانت غرفة حق البارتيز زي ما شفنا، رحت دلوقتي الليفينج روم، هذا المدخل الرئيسي اللي تونا دخلنا منه. زين، من تدخل هنا هذا المقسم على اليسار في ليفت خاص بالسويت، بيطلع بيه للدور اللي فوق. هنا ده خاص بالسويت، وهذا الميلس وهو مكان للبارتي او الاحتفال او عيد ميلاد او اللي هو مدخل. اها، ودي غرفة الليفينج وغرفة الصالون. هاي غرفة إذا شيء بارد وال... زي ما أنت شايف هالميلس الرئيسي، هالمجلس الرئيسي. And business center, small business center. وعندنا قاعة اجتماعات صغيرة لو المجلس الكبير زي ما إحنا شايفين، وعندنا قاعة اجتماعات صغيرة خاصة بالسويت. هاي غرفة وهذه غرفة الطعام. نشوف قاعة الاجتماع لو. بزنس سنتر يعني. بزنس سنتر صغير بالمكتبة الخاصة لي. أقول كل شيء، كل شيء فرساتي. يا سلام، كل شيء جميل، وهناك الأجمل. يا الله يا رب تغفر له، يا الله يا رب أنك تطول بعمره وتحفظه وتحفظ إن شاء الله قيادتنا الرشيدة يا رب العالمين. دوم علينا نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. فكر حتى فتحات المكيفات فرساتشي. الفيو من الغرفة هنا غير الفيو من الغرفة التانية. هي شوف الفيو من الغرفة هنا على اللي بناكي على الخور الطرف هذاك مضبوط، وعلى المكتبة الجديدة مكتبة دبي. ده الإطلالة من الغور من ال يا سلام يا سلام يا سلام. هناك كنا متريجين قبل شوية صح؟ مضبوط هناك. ولا أنا غلطان؟ هناك شفنا الخور من الجنب. وين كنا متريجين؟ نحن وين تريقنا؟ ريوك القطار. مطعم جارديينو الصوب الثاني ورا هذاك. مضبوط مضبوط. ما بهناك؟ نعم. أيوة شوف الله عليك، شوفون العرب كلها تعنى لدبي، كلها تعنى لدبي. شمنا كل شيء فيها مخطط ومتعوب عليه قبل الحشر بعشر. هاي الأشياء كلها مخططة ومجهزة قبل عشرات السنين، هب من سنة وسنتين وثلاث، مش شيء حديث اليوم، لا هذا كله مخطط ومعدل ومرتب، وتتوارث الخطط هاي الأجيال. تتخيلون كمية الهدوء الموجود في هالمكان، كمية الهدوء والطمأنينة والراحة، شيء غير نمونة، غير يحطون بيضاء منخي شيء شيء. هذا خوخ، رمان، عنب، هذاك شو بقولكم، كل أشياءهم هب من الأشياء العادية، كل أشياءهم أشياء. أنا بيني وبينكم أكذب إذا أني قلت لكم شفت هالنمونة حتى في القصور اللي في تركيا مال عثمانيين ومال السلاطين، ما هالنمونة ما شفت. أكذب؟ لا شفت أبوي لا في شرق الأرض ولا مغربها. عمار يا داري غرفتين، وفي ثلاث غرف كونكتد معها، ممكن يتقلب لخمس غرف السويت، ممكن يتقلب لخمس غرف. حين هذا المدخل الرئيسي ده الباب، هذا الباب لما بنقفله وين من هن ده. هذا الباب هذا نحن تونا وين جينا. افتح الباب شوي لسه كدي اوبن ذا دور. هذا المدخل اللي تونا جينا منه. دخلنا يين غرفه غرفتين ثلاث ثلاث غرف. ها غرف العاديات لكن تبع السويت، تبع السويت. وفي حد يفتح لنا غرف سويت عبارة عن غرفتين داخل.
الرئيسيات ميال السن اللي ياوينهم. القسم هذا اللي أنا صورته لكم الحين ثلاث غرف، تقدر أنك أنت إذا عائلة كبيرة تضيفون الثلاث الغرف فيازم عبارة سويت عن خمس غرف، ونقدر نستعمل الأسانسير ونقدر أبوي نسير بالدرج. What's your name؟ شريش. شريش قول لي اللفت هذا يظهرك من الصالة إلى تذروم دايركت بيدروم يظهرك هذا الدرج اللي تونا ركبوا الجماعة منه، تظهرها على ما تشوف، يظهرك على هالصالة الدائرية، هذه الصالة الدائرية اللي بعد جمه هناك، وهذا اللفت اللي تونا ظهرنا منه. This is the master room. هاي بملك يدخل فيها. أبو حمام ملوك أسكنت أنا أبو. في مرايا مسمينها بقى مرايا هوليوود. شو معنى؟ That's a Hollywood mirror for the makeup because it's a fashion brand. أيوة. وين الفاشن؟ عند الله علينا. دي حاجة دريسنج تكييف. إيه. وهذا أبوي. لاشيز. هذا الحمام. هذا الجاكوزي. وهذا اللي يحفظكم. يا سلام. على فكرة مساعة سبحت الله يعزكم. والماء قوي خطر عليه يخبك خمرة راسك. قوة الماء. على فكرة كل شيء عندهم فرساتي. أي شيء موجود كله فرساتي منتجاتهم. فلذلك شيء جميل. يعني شو بقول لكم؟ يزيق عقله ما يزيق عقله. وهاي على فكرة الدريسنج روم، غرفة الملابس. هاي بعد غرفة الملابس من غير. شو؟ يزيق عقل لما يزيق عقله. إيه حافظ 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 حافظ. حافظ على ابو خليل. السلام عليكم. يا زين همت سميت لا تقول لي بحياتك شفت هالنمونة. هي والله هي والله ان شيء عجب. غرفة اللي تونا ظاهرين منها، وهذا اللي قلت لكم الدرج اللي ظهرنا منه، وهذا اللفت اللي توه، وهي الغرفة الثانية نفسها بالضبط. اختكي مثلك ما في الا بس عادة الالوان تختلف. الالوان بس الألوان تختلف، ولا الأبهة هي أبهة، والأنفة هي الأنفة، وبرستيج الفرساتي، وأمورة وعلومة كلها ظاهرة في كل كبيرة وصغيرة. يا سلام سلم، يا سلام سلم. هذا شو حينه؟ الجيم. هذا الجيم أبوي خاص. السونة. هاي السونة خاصة. هاي السونة. وهذا أبوي جيم كامل معداته، جيم كامل معداته. هذا على فكرة جهاز عن للصدر والأكتاف لكل جميع موجود الوصفة مالته. هذا حين مغطير. هذا حين عاد تظهر أنت من الغرفة هذه، وتظهر أبوي من الغرفة هذه وراك تراه السونا وغرفة الرياضة. يفتح لك الباب هذا يجيك الشيء هذا اللي تشوفونه. أول شيء يلسه على اليمين، وهذا أبوي حوض سباحة. حوض السباحة إذا أنك تحاتي أن حد أبوي بيشوفك من هالبنايات، ولا حد بهليكوبتر، ولا حد بيوايد عليك، فأنت غلطان غلطان ثم غلطان ثم غلطان ثم غلطان. من حبيت لي مشيت، من حبيت لي مشيت. ها على ما تشوف هذا أبوي للي يبى الستر الله بيستر عليه يوم يبى، لكن القال اللي ما يبى الستر على هواه، لكن هذا للخصوصية.
يتسكر ابوي على ما تشوفون. يا ربي ما ابالغ، تحرى عمرك جالس وتحلم، حين عبارك انك جالس وتحلم، تحلم انت حينه. والله ما اندرابتي لا يكون احلم حد يوعيني. قم شو دوام، لا اله الا الله دوام. واللي قام قبل شوي شو اللي كان ابوي حلمت انا في المكان الفلاني في فرساتي هلكي. ابوي هاي احلام اليقظه، احلام تحلم ابوي اغاثه احلام. ليت الحلم كان يتحقق، هذا ابوي تحقق، هاي ابوي كلها احلام وتحققت، اللهم لك الحمد. والله يا ابوكم ها شوف هذا صغاري هذاك الكباري ها. تقدر تتحكم بدرجة حرارة الماء زي ما انت عايز. يلا ها عندكم يا ربي. نحن في اي دورة الحين؟ في الدور التاسع. هذا كل ابوي نحن في الدور التاسع. في الدور التاسع دي جلسة البرجولة الخاصة بالإمبريال سويت في الاوت دور، يعني تقعد ريلاكسنج كده في برايفسي. هي والله كمان لما اللي بيحجز الإمبريال سويت بيبقى لو عايز يعمل مساج بيجي له المساج لحد الغرفة هنا. ما شاء الله ما شاء الله. من السبا بتاعتنا لحد الغرفة هنا. نحن سويتوا لنا اليوم موعد حق سبا؟ مزبوط حق 4 أفراد. بارك الله فيك. أحسن. شكرا. على فكرة المظلات هاي اللي تشوفونهن كلهن ابوي بعد كل انتماتيك يسيرن ويردن حالهن حال هاي لا. شيء جميل تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. أخ محمد نعم. شكرا جزيلا شكرا. سلم على الإدارة قلهم يتشكر طلب محمد على هالأبغريت. هذا يبوك مش أبغريت، هاي يبوك أنت كان قلت هاي اسمه حلم غريت. هاي ما كأنه يعني هذا مش أبغريت، هذا إنسان أبوي ناس خاصينك ناس يبون لك الزين. الأبغريت هذاك من إلى أنت وديتون أبوي من الدور الثاني إلى الدور المليون، عبارة تطور من الدرجة من موظف عادي إلى وكيل وزارة أو وزير. شيء تسوى في الترقية، عدينا على 600 أبغريت. سعيدين جدا سعيدين جدا أبو محمد المكان عيبك. نعم فوق اللي عيب بعد ما بيوز لهذا، هذا بعد غير نموني دول لدار. استغفر الله استغفر الله. تحرى عمرك في الجنة والله. يبقى توي يعني شعور أني أحلم يعني وأنا خاري هناك جل الحوض والزراعة والبرقيلة هاي كلها هناك. تقول اللي قبل شوية يوم عدت أسمع السناب خليت على فكرة بدل ما أقول شكرا قلت شكلا. لازم بتخادة بشايف خير إن شاء الله. منو منكم ما بتخادة بيشوف هذا الشكل ما بيتخادة؟ بعد زين يوم قلت خيل ما قلت شيء ثاني. شكرا شكرا أخوي محمد. يا الله يحفظك يبارك فيك. سلم على الإدارة الصغار والكبار ذكورهم وإناثهم. مكان مميز وأتمنى الكل يجي وينبسط وإن شاء الله بيكون أسعارهم وافجة. يعني كان أتوقع لك كل حادثة حديث كل شيء وله سعره فكرة كل ما في هذا الفندق تحس كأنك جالس في شيء مالنا نحن. ترى فرساتي مديلات وأشياء كلها كلاسيك مالنا نحن، خليج ب ب ب إمارات. تحس فيه. أنا أتوقع أن هذا فرساتي يمكن فيه في عرج من عروق هالخليج 100% بدوي. هذا من في عروق بدوية 100%. ولا عنبه منو يروم يسوي هالأشياء والفينشينج والأشياء هاي كلها مالنا نحن، أشياء الخليج أشياء عرب ما بأشياء أجانب. كل لمساته وكل الفينشينج ماله مالنا نحن. تحسبه كأنك أنت مسوينا روحك. فأبدعت يا فرساتي وبارك الله فيك. ما يندرابه هو حي له ميت فرساتي ميت الله يغفر له. فكرت إنشاء فندق بماركة، يعني أنت حين مش نسوي بناية ونفرشنها من محل أو من ماركة معينة من أي ماركة كانت من فرساتي أو غير فرساتي. أنت باني مبنى كامل عبارة عن ماركة، كل شيء فيه فرساتي. شو هذا الإنجاز؟ هذا طول العمر الرجال اللي طلع بالفكرة كان متولع بفرساتي،
فطلع بالفكرة هذه إن المبنى نفسه يكون فرزاتي، ما يكون بس الأثاث. أيوة. وهذا اللي يخلينا نحن مختلفين عن الفنادق الثانية اللي هي الفنادق اللي. أنتوا مش مختلفين، أنتوا اختلاف كلي وبعد مش مميزين. أنا عبارة مش في فندق، عبارة تحس كأنك في قصر مال أباطرة الروم. ب ب ب ب لا يكون هذا قصر شداد بن عاد اللي يطرونه. أنا أتوقع أهالي هذه بقصر شداد بن عاد، قصر شداد بن عاد. هذا هو يمكن قصر شداد بن عاد. وصلت. والله. إيه والله عجبه. إيه والله. إنزين ما علي سامحني قاطعتك. لا مسموح مسموح. فاللي ميزنا نحن من الفنادق اللي فيها فنادق الماركات الثانية إن نحن الفندق الوحيد اللي هو ماركة كل تفاصيلنا، تفاصيل البنائية مو بس الأثاث. هي هي. طريقة البناء نفسها هي. طريقة فرزاتي. سبحان الله. أقولكم على فكرة بالنسبة للسويت هذا، شو اسمه السويت هذا؟ الامبيريال سويت. واحد عندكم شراته؟ واحد اثنين والله اثنين منهن هاي الامبيريال سويت. الامبيريال سويت هذا الخصوصية اللي فيه انه لو بتنقع مدافع ما حد درابك، حتى بينك وبين الباب وبين الجدرات عازل صوت حرارة قرقعة ضرابة طبل بمديمة مكواره نوبان حبش نوبي كله زار ما شيء ما حب يدريبك، واللي بيسهر بوي في المكان هذا ينسى نهار ثاني ما يبانا نحن نحب 10 بنرقد 10 في الليل، نحن بنرقد 10 ونص. زين شو نسوي؟ زين اللي بوي بيرسى المكان يبى بوي ريفتن وحده. هي نعم هذا ينسى باكر مر يوم من غير لؤياك ما ينحسبش من عمري. هذا ابوي اللي بيسهر الليله باكر ينساه، يصبح ابوي نهار ثاني ريلاكس راحه واستجمام، ويجلس ابوي مشاهد الحوض والزراعه والدنيا والخير خيرك والشر لغيرك. تبارك الرحمن بس عاد عليكم. امين. شو هذا الحين الرجال هذا الله يسلمكم، رجال توه متصل مطرش مسج يقول لنا انا لو ما بابراهيم توفيج ما تابعتك. لو ناهيك عن اشياءهم الثانيه، كل شيء مكود عندهم، كل شيء مكود طول 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 طريق ما تتخيلونه. هذا روحي كله هذا فرساتي وعيانهم فنايينهم. شو بقول لك؟ يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. اسميها شغله هذا الشيخ ابو خليل. الحمد لله. السلام ابو خليل. الله يسلمك حبيبي. استاهل السلام. جزاك الله الخير. وعليك منطب يا الخطير. وعليك خدمك خدمك. وين تبي واي كرسي تبي تجلس؟ طول على هذا لا تسند عاده بعيد. لا 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 تسند والله خيبه. زي من اي زاويه ياخذها؟ كيف الزاويه؟ انت خبير وانت تعرف. لا انفخت شي صدق وشفط بطنك. واحد بعد واحد اثنين ثلاثة واحد بتي بين البطن ما شي صار بطن ضعفان انا يوم. شو الزاوية وين؟ شو الزاوية لأخيار ابراهيم هذه؟ ما لا وين اللي تب اوكي يلا حين واحد اثنين ثلاثة حين هذي حين في ديو بس لندن تشيز كم يذبنك بابا؟ شو يعني؟ شو؟ بصورك ما خلاص صور من عندك انت بابا مخلفان. الله يطول عمرك وعمرك. لا خلينا منك يا مخلفان. ها؟ سبحان الله. عيوني تيجي يا مخلفان علي رجال وصلت. وين تكونين؟ الشاعر ام خلفان. هي نعم ام خلفان.
عيوني يا بنت مميان عيوني. الله يطول عمرك يا تسلم. انا بنيت بس عندي دراسه ضعيفه. انزين ام خلفان ابوي عدي لنا لو بيتين صغار قصيده، اي قصيده من القصيد الغاوي اللي حافظتني الاولي. ابو خالد هي قلت يوم سهلها ببركتانك انت يابس هي قلت هذا البراخ هو مثل لغة قدر الله البراخ وصير البعيد أسأل عنك الشمس كل ما طلعت وإذا غربت سألت عنك الخمرة أنت دواء عيني إذا رمدت وإن مسحت عليها يرجع البصرة هذه معنى جديد مريدة فوق الكرسي. مشكورة يا خلفان مشكورة مشكورة على هالقصيدة الجميلة. وما الوجبة هي أبو خالد بعد عليك أبيات الأولية عن خاطرك والثاني لليدات يا رب تطول أمرك كل الأخوان وياك أصلي وندعي لك قدام الحياة من وراك يا مات هاي ما بالشيخ محمد ما للوجبة يا عدد تسلمي الشيخ اللي دقن البس مع البرد اللي جيه من يام الاستيرور ونذياب هذه قصيدتك وما للبنات ها؟ نجمه هاي متطورة بنت الإمارات وقفلنا جرتينا اتطورت بنت الإمارات نجمه وتاج وفرد في الليل ويوم وقفلنا حسيت سيدات قام الحين قايد الصيد قايد الأركان بو خالد في ضميري القضاء كله سر واحد من رئيس دياري يشفي الأمراض من هل يا الأمر البلد باجي هو الشرع هو ولا الله غالي 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 والقلب غالي يدى الواجب لبو كله هاي مالان أبو خالد يا علم يا بنت الجنة يا بنت بميان يا الليوة قلت حضرت القمر في الدير نور على الخليج للصلاة الدليلة والرب الاشفية أبو خالد ما يدريبنا نتبع في الطريق عيالنا في البحرية والباقي في التطوية اللهم قدر روافي وغلاها انتيتي حطت ولدها في الجبهة حطت ولدها في الجبهة في الجبهة والدمع فيها يسيل ألم لبوني داء فرغ الفجر ويزيل ويوم انزلوا مطايرة فرحت فرحة عيد محمد وخليل وسيف نظير الليل وانا واحدة بعد قلنا مع الشيخ حمدان لديد حمدان يا نافع العراق شوفه يريح المساجين في البنغالي كريم يدي للمدايين ونجيت في المكتبة تلقاه بايم تسر من خاطر انزين يجيب الرسالة ويسح لها كريم ومسابع اليدي معلوم 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 يعلى الله يحفظهم كلها برمضان الحين يا مبروك تستاهل ام الشيوخ تستاهل ورد انقرت في قلبي عايش هيه واسقيها من العقل نايم غدير وبارد يمشي مثل النهر ورئيسنا ابو خليفه بسنا بن افتخر ابو خالد ابن غالي شيخ اول القدر من يشتكي من عوقه لا يفكر في الخسر مليون قالوا برايه والشعب ينبخر اي ابو خالد الله مشكوره 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 الحين عندي هالقصيده اللي عادتنا في عمرك رغمي انا الفنان من عائله مجان من الذي يشبهني غير الولد خلان بصير بالحنيله ورد سكنت رغدا الدلبي يسراها والجد من الدنيا يا سلام قال هذا ما بعد يمسدني ابا وحده قلت وحده هي الحياه هالقيل غخدان ضرس البدو من الفجر سويه سعيد مترق خلان مترقق وفرحان حد من العرب لو ما نوفي انت الوحده بشونون اول وايد اجل عدنا ما تقصرين ما تقصرين ما تقصرين قصر عنك الشر يا ام خلفان ما تقصرين الله يحفظك ويطرح لك البركه ان شاء الله في خلفان واخوانه يوم الثلاثة زيد بنوار بالصلاة بنشوف غالي جمهورنا واقف على الباب يقرأ الصحب ويجيب باريس أنا انتقلها بالسلامات إحساسها يا محمد والروح مرتيس على وشك الانتهاء على وشك الانتهاء الإمارات للمزادات باجي بوي ساعتين ثلاث يمكن أربع يزيدون الوقت يمكن يزيدون ساعة الحق ما تلحق الأرقام المميزة موجودة ما عليك إلا تدخل أونلاين وتدخل والأصغر الأرقام ترى 66 لا تحرى شيء بعد من قبو عبود كل شيء ممتاز وجميل وجيد الفئة الأولى والثانية
في المزادات تدخل تقدر تنزل ابلكيشن بلاش وتقدر ابوي تزايد بلاش وتقدر تحجز وتسوي اللي تبغاه الفئه الاولى والثانيه جميع الارقام ارقام مميزه واجملهن ترى 66 وتقدر بعد تشوف الرقم وتنزل على رقم سيارتك وتسوي له كابتشر وتشوف شكله على السياره كيف يستوي مثل هاتين اثنين اثنين هالرجال هالنمونه سواه شيء بسيط وجميل والزين فيه ان كل ابو ظبي العاصمه مليح والاجر على زين ابوي الرمسه ما بترضي في خبز دق الحديد وهو حامي ابوي ما بلازم تتاخذه حق عمرك كان تستكثرت على عمرك اخذ ابوي بزنس بيع ومشترى اشترى هالسنه وبيع الحول بيع الحايل بيع لي عقبها شيء فنان وزين عباره كانك انت ماخذ عقار هذا الرقم حاليا مثل عقار شرات سبيكه الذهب وايدين ابوي اشتروا ارقام ب 5000 و 10000 و 100000 وباعوهن بملايين وملينه ولككوا من وراء الارقام التأمين مجاني والاشتراك مجاني والدخول مجاني هو أبوي اللي أهم عن هذا وهذاك أن تحت إشراف الإدارة العامة لشرطة أبوظبي يعني شيء آمن 100% لكم ثلاثة طنان وزنها أترية 3 طن يعني 3000 كيلو اللي تشوفونها ريا لعند وي الفندق من داخل 3 طن كان شيء ثريا وزنها 3 طن هذه مليون مرحبا وليس كيف حالك؟ والله مليون مرحبا الدكتور البروفيسور الفنان شو بقول لك؟ أنا دايما هني يعني من الساعة 12 الظهر أنا هني كل يوم الشهر 30 ليلة إيش 30 ليلة شو معنى تجلس في فساتي؟ الناس حبايب هني هي. والشيخ الله يطول لي بعمره آمين والجماعة اللي يشتغلوا هني كلهم وبعدين تحس عمرك كأنك ياسي بيتك في بيتي وبعدين تعودت عليه حتى فطوري يوم الجمعة هني سبحان الله بعدين في أمور تتريق ويتريقنا نحن اليوم مكان جميل يا الله لطمنا الدنيا ودي انت ميت يوم المطر يطيح نهاية يا سلام انك تحس بالمطر وصوت المطر وتحس بالجلسة تعرفي يا سلام تشوف الجو رومانسي جميل جدي جدا أستاذ إبراهيم جمعة الملحن الفنان المعروف شو الحظ شو أقول شوف أستاذ إبراهيم الحين أهم الأحداث اللي لحنتها لكبار الفنانين أول برد عقب نارمس على الفندق والله أول ما التقيت طبعا مع زميلي وصديقي في الثانوية كنا مع بعض نعم. في الكشافة عبد الله بالخير إنزين بعدين انتقلت إلى بالخير طبعا أنا وايد صادني أخذ كلماتي قبل ما أشاهد كبار الملحنين في البيت نعم. يوسف المهنة غنام ديقان يوسف الدوخي نعم فبعدين طبعا صارت الخطوة هذه بالخير ساهم في شهرتي نعم بعدين أنا انتقلت إلى يعني الأخوة الكويتيين زين ما قصروا طبعا وأول مطرب خارج الدولة كان الجميري وعبد الله رويشد نعم حظي بأغاني 7 أغاني 8 أغاني عبد الله رويشد يسعد حظه بعد نعم في معهد الموسيقى في الكويت لما كنت انا ويا ابو بكر سالم زين منو وداني اللي وداني لعبد الدكتور عبد الرب ادريس شوف انت انا عندي كلمات مسوينها حق عبد المحسن المهنا قال لا هذا الكلام انا ابغيه عبد الرب ولكن اليوم طالب بعدني وهذه العمالقه لست بينهم ونرتجف كذي شوف انت طبعا بين ابو بكر سالم وبين جزمه فاول ما غنى انا المتيم كلامي ولحن عبد الرب ادريس زين عبد ادريس لحن كلامي ابو بكر سالم بيغنيه هي منو يا رب انت تحاكى بين هالعمالقه لا هيك شوي مرفوع خال يا ربي شوفت يطلع طبعا بس خلوني انا ياك معاليهم معاليهم اسميك بعدين ابو بكر سالم هو اللي اثر على المطربين طبعا نبيل شعيل على جورج وسوف الله على فضل شاكر على وادي مطربين نبيل شعيل برضه بعدين طحنت المجال هذا وين فكيت السعودي اول بعد طلال سلامه طلال سلامه السعوديه بوكر سالم يعتبر السعودي بعدين طلال سلامه وبعدين جزمه
هذا شو اسمه اللي غنى لي لحن كذي مال صاري يعني سوى له. انا تعرفني وياكل جوه. هي هي ما شاء الله عليك. اللي هو جواد العلي. ايوه. اسميه ما اسميه. بعدين ياني قال لي ابا والله لحن ابا يهزني على المسرح. قلت له انا وين يا ابوي والهزم هنا. انت تبارك هز ارضي قلت له. ما لحقت يعني تعليل اول ابل حينه. وبعدين ولد كان حبوب وهذا يعني حطيت اللحن. نعم. وبعدين شعبنا في الاوبريتات الضخمه. نعم. مثل اوبريت كاس الاولمبياد الشطرنج. بعدين المعجزه الله اللي هو كاس امم اسيا حيها يا حي وهي ودارخنا الحمد لله. نحن في دوله ها نعم تهيئنا للالحان الله. اي طبعا دار خير طبعا دار خير دار سلام لازم دار تسامح حين امان المحبة. ولا في عربي هني ولا جامي ما مرتاحين بلادنا. وبعدين نحن النوعية هاي النوعية اللي مراتين احنا كشعب جميل لازم كما تعامل مع الناس. الله يعني الله يحفظك. خصوصا انت ما شاء الله عليك يعني انت لا خليت لنا الخضر ولا اليابس. لا لا زي هذا يابا هذا حلم مخبل بالعرب الحين هاي مشكلتي. اظهروا لي الحساد اظهروا لي الحساد اظهروا لي الحساد في كل مكان. انت لا تحسد انت جاوب نقول كل واحد بجهده. هي والله لكل مجتهد النصيب والدنيا منو تتمس عاد كل شيء مكتوب فوق عند الله. ايه لا تتحدى ربك سبحان الله مكتوب لك. لا خلينا يعني انا اصدقائي كلهم مليونيري اسوي مليونير لا ما بشغلي انا ملح الله اعطاني شيء ترى بعد اي نعم اشهر الناس وبعدين ممكن المليونير هذا يغار مني على الامانتي نعم كل ما انا غيره منك. الله يوفقك ان شاء الله. لا خلينا هذيك طولة العمر وعمرك ان شاء الله. الله يحفظك حياتي لك. ها غمم غميه شويه الحين هاي تحرك تغني انت لا ما شاء الله ما انت ما شاء الله تغني وصوته حلو وانت فيك الخير والبركه. اذا تعال عدنا له غني غني ابويا من الحال عبد الرب تعال احنا عشان اكون ابيض من شو انزين حق غني انا ملفنها رئيسي لحن عبد الرب وغناها طلال سلام زين رسامتي في هوا الصحراء رسام تايه في هوا بعدين فيها جزء بعدين دارت تميل دارت تميل عن الماء وتحرك اشجاني شوق المحبة شالها لعلبة الواني. الله الله انت خفيف دين. وبعدين ما شاء الله هذا الموديل حذايا ديف كلمة حبيبي لا خلونا عزم الله اقول لك شو بالملحن المطربين الكبار اللي غنيت اللي غنوا لك اكبر من بكر سالم محمد عبدو. ايوه محمد عبدو شو من الاخر اغنية وطنية اللي هي ارسلتها لك من زمان. هي نعم وانت اعلنت عنها. هي نعم طبعا المطربين الكبار بعد فضل شاكر وجورج والسوف بعد الله يلا سكيت فوق جنب السماء. انا كل المطربين عندي النجوم كبار الله ما ميز تبارك الرحمن. اقول لك من مده تطرست لي فقره مالت العياله فن العياله فن العياله طورته انت ونزلتك شو كان المنتج الونه الونه هو يلا لا الاهله 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 سويت انا موسيقى سيمفونيه نعم طبعا بتوزيع الاخ الكريم العزيز الشاكر حسن نعم واعطيت الفكره واعطيت الجمله اللي نعم. هي ممكن يبني عليها التوزيع الجميله نعم فعملناه ويبنى وهذا موروثنا والموروث ما يلعب مال الاهله مال الاهله باصوات الناس اللي هم يعني متمكنين في الاهله نعم وانا وعدكم عندي الفقره مالت الاهله وبقطع منها لو دقيقه واحده بتسمعون فن جميل كله من تحت هالكور هذا هالكور الله اكبر انا عينك على يبال تعال هذاك ما اقول شيء صقع هذا يا بدي ترومي وياكم اقول لك لا خلينا من حياتي لك سلام كريم الله يطول عمرك يا عزيز الغالي ابراهيم جمعه ملحننا اللي ما حد خير عنك انت جالس تخدمنا اعلاميا لا خلينا من لا خلينا من حق واجب ايش رايك في فندق فرساتشي انت ففنان انا ما بجامل انا اسال الاداره هل ما خفهم وهذا عبده موجود وراي هل اللي محصول انا اليوم ما يهمني انا ما شفت فندق يعني مريح نفسيا انا هني بقول لك تقريبا ست الحان والله ست الحان قلت وان شاء الله اكيد تسمعون
شغلة عن التسامح. الله. كبيرة فيها مطربين كبار يعني. فيها بلقيس وحسين الجسمي. يا سلام. يا سلام. أني أني أني. بلقيس وحسين الجسمي جمع كم مرة واحدة. الإدارة طبعاً. فهني هني أنا في هالمنظر الجميل في هالخور هذا اللي أنا عشت فيه طفولتي وهذا يوحي لي أشياء وايد. بعد الفندق يا على عوقي مقري بس مكان جميل فندق جميل مريح طلع في حضانيين وبشوشين بشوشين والعرب أنت كلها تبي وترحب والله يا مخالي خالي ما يعرف إني لا ما أظن هذا الفندق أنا لحقت فيه زفة بنت الشيخ الله ايه جديد احنا نزل عليك وحي الفند انا شو اكرمه مقاربين الجماعه وعاملين لي مميزات خاصه ثبت ماشي ونحن عايشين كل يوم اكرمونا سووا لنا ابو جريد من السميث العادي الى السميث الملكي الاصفر السميث انت ما شاء الله شفنا هو جبهتك الضخمه وين ما تصير يعني اقول انا ما اتاثر لكن نحن كفنانين من بكر زمان من برمجنا بس أول شيء الله يحفظك كل من الله شكرا جهد كل واحد جهد جزاك الله خير مبروك لك مبروك لك مثل الباربكيو يسوون فيه. وين تغدى اليوم؟ عندنا. الله الله فيك. هلا 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 وين بينا؟ بارك الله فيك. شكرا جزيلا. اليوم ما يهم هذول مال البوابه سوري لهم. شوف انت. والله ما شاء الله عليك. انت 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 ماركه يعني موجود في الدوله. انت ابراهيم جيد ملحن ملحن عظيم. سويت خدمت الفن بكل ما تملك من قوة أفنيت حياتك كلها حياتك طبعاً ما تستاهل تستاهل هذا أنت من الفنانين اللي مشارهم بالبنات مثل خدمت الساحل خدمت البلد كل يدلو بدلوة كل على حسب اجتهاده كل ينفع الدولة بمجهود بالشيء اللي هو اختصاصه ترى دول ثقافات الناس ثقافات الأسر ثقافات الأشخاص شو قال لك وليدك؟ ها؟ شو قال لك وليدك؟ أيوة منو؟ اللي هاك الشخص الفنان الأبيض الجميل استعيف ما صدقت والله يوم قال لي إنه ولدك أنت ضحيتني في السرانة يوم رويتك عيالي وأحفادي قلت معقول هذا عيالك إبراهيم؟ هي والله شو أنا شرط عنك؟ هي والله يسألني سؤال بيض عياله جميلين ترى أنا أهلي كلهم نصر الوالد وهذا كلهم بيض سبحان الله خالف الغواص سو يا معان لا اله يا معان يا معان مسرور الغيسو ابوي وفخور بالاثنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله. لكنك انت جاي لونك إيه؟ لايت شوكليت اي لا هاي عوده اي تخوف وايد يلا ما لا لا خليك اقول ابو ليه يضرب هرن كل ما تضرب هرن سياره يدوك اقول لك هندل هندل ها هندل اشوفه كل ما اقول شيء صقع يلا في داعة الرحمن يا ابراهيم في داعة الله ما لا يبو محمد نحن في حياة بنتغدى ويكون في هالمكان اللي تشوفونه شو اسم الموقع هذا اللي نحن فيه هذا ده اسمه موزايكو لاونج مزاوكو موزايكو مزاوكو ليش تسمى بهالاسم عشان المميز فيه آه. السجادة المصنعة من الموزايك من شركة لكن فانتين لكن هذه مش سجادة لا دي موزايكس متركبة مع بعضها من شركة اسمها شركة فانتين الإيطالية نعم والأسرة نفسها هي اللي جت عشان تنفذ التصميم هنا وأخذوا 6 شهور تقريبا عشان ينفذوا الموزايك هذا ها قطعة 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 واثنين مليون ومئتين قطعة 2,200,000 قطعة 2,200,000 قطعة قطعة موزايك كاشي هاي صغار هاي على كبر الرايبة مزبوط وما هتبدأ ان هم اخذوا الاسرة فانتيني جم عشان ينفذوها واخذوا 6 شهور عشان ينفذوها على 6 شهور يلسوا كم نفرهم؟ كان عددهم كبير اكتر من 50 واحد وكم انجزوا كم فترة في 6 شهور عشان ينفذوا السجادة دي والسجادة دي من ان هم اخذوا 6 شهور عشان ينفذوا التصميم ده اللي مصمم من جاني فيرزاتشي مخصوص من وشركة فانتيني هي اللي نفذته اسرة فانتيني نفسها اللي جم عشان ينفذوه
كم تستمر التنفيذ؟ ست شهور. ست شهور مش وايد؟ ست شهور وايد. وأكيد راح يكون مكلف. عشان التفاصيل بتاعتها كانت كتيرة قوي. مكلف أكيد وكبير. كم كم المسافة؟ بلاد كبيرة كبيرة. يعني بهو الفندق كامل، بهو الفندق كامل عبارة عن زولية وحدة قطعة. هاي ترى على فكرة كانت زولية. كانت كبر هي كانت سجادة على قولته. وإحنا نفذناها بالموزايك شركة فانتيني. وما هتصدق إن الشركة دي هي اللي نفذت شغل الموزايك بمسجد الشيخ زايد في أبو ظبي. الله. نفس الشركة اللي عملت شغل الموزايك في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي هي الشركة اللي جت نفذت هنا. تبارك الرحمن. عمار عمار عمار. كل قطعة في الفندق وكل تحفة وكل زاوية وكل موقع في الفندق له أسطورة وله قصة وله ترتيب. ما في شيء على فكرة. الفندق فل منزور لين عينه. الفندق فل منزور لين عينه. ما في ولا مكان فاضي. أكثر عن 75% نسبة الإشغال. أنا اللي أتكلم عنه واللي أريد الناس تعرفه أن الفندق هذا مش عسب الأكل أو الشرب. الفندق كل شيء فيه مميز. من اسمه تعرف أنك أنت داخل تحفة، داخل براند، داخل شيء يعني يشيب الرأس من الفينيشنج اللي فيه. كل مكان فيه مميز. كل اللي أنا هامني في الموضوع أنا جاي أتمشى وأتكشت حي من الله خير، سووا لي أبجريد وسكنوني جزاهم الله خير في مكان ما كنت حتى فكرت إني أشوف شيء بهالطريقة حتى ولا في الأحلام. شرط خيبة ما يروم يزور على عمره. غبيت عليكم على الله ما شيء غبي. والخقة واللوات أنا ما أعرف وين طريقها أصلا. هذا أولا. ثانيا الموقع هذا أنا أظهر للواد اللي ما يعرفون هو شيء معروف دوليا والعالم كله يجونه الناس كلها من آخر الدنيا. لأن هذا شيء ما شيء شراسة شيء في الدنيا، شيء مميز للغاية. فلذلك أنا يفرحني شوف هالشيء المميز. حتى طريقة تقديمهم في كل شيء مميز. محمد هذا شو حين هالكثر؟ ده حضرتك الهاي كيب بنسفزه عندنا في الموزايك لاونج. بيتكون حضرتك من عندنا من هنا من سكونز. نوعين سكونز، اثنين سافا قطعتين وقطعتين بالزبيب. حضرتك هنا الريميتنز الاول ده بيتكون من قطع الووتر ميلون عليها الجوتي تشيز، حاجه ريفريشنج كده مع الهاي كيب. ده حضرتك السلكشن صابوري بتاعنا بيبدا هنا عندنا من بيف برزاوله مع السويت ميلون برزاوله عندنا بالتشيز اند هام. ده الايج سالاد بننزل هنا على الكريمي تشيز مع الكيكامبر التشيكن اكلير. هنا الشريم وهنا السموك بسالم مع الكريمي تشيز. هنا الكورنر بتاع الديزرت بتاعنا. هنا عندنا الشوكليت موس وهنا الريد فيلفت راسبيري وهنا الليمون مارين. هنا عندنا البيستاشيو والسبونج كيك. وده حضرتك الشوكليت مع المطر. وهذا نفس الشيء. ده حضرتك نفس الشيء عندنا. هنا برضو معاك كونز بتاعنا. ايه تونا كونز مع المايونيز. وده حضرتك اللي هو البيكز الخيار مخلل او الجارنيش لما بنقول عليه. ها كارت كريم ليمون كارد ستروبري جام كلوتد كريم. هي هذا حق شو ويا شو ينكل ده ده مع ويا هاي الاشياء مع المسكوت ده هناك برضو نفس الشيء زي حل ستارتر بالضبط زي الستارتر. وخلاف الغداء حضرتك هينزل لحضرتك لوبستر مع الغداء وفي برضو قطعه ستيك حضرتك جدا. أنا كل شيء عيب يا أبو. لو حضرتك تحب أي نوع شاي أو قهوة تبغيه مع الأفطار. إيش رأيك أنت؟ شيء ما بيعيب كنت؟ لا. لا شيء ما بيعيب خبرني. إذا أنت ما بيعيب كان ما يعيب. لا أبويا أنا. كل فنان. ما يبالك نسمي بسم الله ناكل. يلا توكلنا على الله. شكرا جزيلا. هذا الله يحفظكم للجريل لابستر ربيان لابستر الكبار مع المش ماش بوتيتو واللومي والزبدة. زين وعلى فكره هل طعمنا من قبل شويونه ياخذ العقل طير رمون وايد فنان بالاخص هاي الاشياء اللي هني قوم الربيان وقوم السلمون ولا لا 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 وهذا ريحته تضرب في خمره الراس. شو اسمه؟ لوبستر جريلد لوبستر هي. مع الماش بوتيتو والليمون باتر سوس. هي هذا اللي هو قاله طلبنا حقنا كلنا. ابراهيم كل ابراهيم مهندس منهل كل الطلب ماله ومحمد كل الطلب ماله. ابراهيم قال ابوي انا ما داني اللي فيه زبدة زي أنا كنت لطمت صحني رديت ولطمت صحن إبراهيم
الحين انت تاكل الكيك وتاكل المحلبيه وتاكل الفرني وتاكل الهريس والدهنه الطيبه ما كلها زين، هذا كله تستعمله الحين ربيان والله يا ابو خني الد ما كان يعني، هذا ربيان شويونه زبده والله انا ما اكل الزبده، الزبده الدهنه الطيبه الفنانه انت والله غير نمونه. يولي 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 الفلاحية يولي وجلع الخية ما ربوك على الحامض لا الزبدة النية، هذا من لغنة الأولي اللي غنونا هالبدان الأول هالبدان، وكان واحد ينقال له الله يغفر له توفى قبل سنتين ثلاث قادم سرور بن سلطان الظاهري خماس بن سبتوه توفى قبل سنتين ثلاث، من أغناه اللي المشهور هو بعد هالغنى يولي يا الفلاحية يولي وجلعي الخية ما ربوت على الحامض إلا على الزبدة النية، الزبدة فريش طرية هذا ربوها الفلاحية، على ذلك ربت على دل ودلال وفرح، فلذلك تغنى وتعد القصائد يعني بغيت يا بس يوم ذكرني بال والله ما داني الزبدة هاي عبارة عن شو الأوردر هذا؟ ده بيف تندرلاين جريل بيف تندرلاين هي. ستيك مع مشروم صوص هي. وغاردن بيف. أيوة ما شاء الله الجمعة أبوي ما شاء الله ترى كنت أهدر برج في التليفون لازم نأكل. ليش تسويت شيء إبراهيم؟ ليش تسويت هالنمون إبراهيم؟ كلش هاجمني أنا ما هاجم شو هذا؟ أنت تقول أنا أبو أنت وخلت وخلصت ترى كنت أتكلم تليفون عشان ما نصبر بزرج الأكل ما يصير لا لا بالعافية عليك الغالي شكرا زعلان علي لو شو لا ما زعل الغالي ما زعل فديتك لك أنا تعرف رمضان وربيع وركض ومني وإذا أختك أخذ منك بعد بتعمك ترفع اليمين ويسار بتعمك أخذ عنك ما شاء الله وشحالك الغالي كيف لا خلينا منك يا بنت أحمد لا خلينا منك هديت قلبك وهديت قلبك والله أني اشتغل ضبارجك في الناس الله لا يشغلك إلا في طاعته الله لا يشغلك إلا في طاعته هديت قلبك وبغيت أباركك إن شاء الله في شهر جبل الله يجعلك من اعتقام وصيام انت ومن تودي لا العالمين يا ربي يا الله يحافظك يا بنت احمد يحافظك يا الغالي قلبك ايش حال ام محمد ايش حال تولهت والله عليك يا ولد عمي تولهت عليك العافيه لا خليت منك يا بنت احمد بديت قلبك بديت قلبك بديت قلبك اصوخك والله اني اضحك لي وبتقول شعلك لا قلت نعم شيطه شين برا سيلم ما يبلك ما يهلك برا سيلم ما يبلك ما يهلك نعم صحيح ها زي منكم فوق التل انا بتل اي نعم قلنا لهم لك العدوري اللي يتهم الرمسه يا جبل ما يهزك ريح يقول لهم يا جبل ما يهزك ريح يا رت الله يا رت الله يا بنت احمد لا خلينا ايش حال ام محمد ايش حال ام محمد خير وسهاله ومنك حصه بديت ويا صلاح ما حبيت لا صلاح بي بيوصل ورا بكره ايه بديت وانت يوم اللحظة تشتل عنا يا مسود العيل وما تباها مني شو بسوي يا بنت احمد ضروري لندن يوم واحد وبرد ايه الله يحافظك الله يحافظك لا الله زين 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 الغالي زين لا خلينا من الله زين ولا يهمك مرة وان شاء الله يحفظك وان شاء الله ويعودك وان شاء الله تعلم يا ربي يا لا خلينا منك يا بنت احمد لا خلينا منك يا الغالي بديت قلبك شياباك شياباك نعم ويدي حطوا حطوا شانتكم ويسوا لعنة الله عليكم ايش بتقولون دراني هم اللي جايبين 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 مدام الإنسان حي لازم يتعدل ويزين ويدي ويتيمل الدوج قالت تأمك قالت تأمك قالت الدوج أمين قلت لها قالت عند الناس بثوبك وعند هلك بيديك نعم وزيد معروفة بلاي ثياب يقولك يوم الأول زمان الأول بنواس حليلية معرسين عدها لجمعة ويا مسكين بي بالحذر ما يتخدع سوين غدا يوم ياهم يا أبو محمد عند الباب شارب قب 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 قب
قال بشوال لا فلو يا جنة جابوي لا كل حد الكبير قال له أخوي أبني الله يعزك وانت بكرامة أنا الرمس أبني كندورة وزار وخليار وعشاء وش اسمه وشال وشال يضرب لك بمواسب بهذاك الشال وهذاك وايك الخليار وايك العشاء وشال يجبد يوم جبل مرحبا 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 قرف 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 طويل عمر قرف وقرف يوم حطه والغداء تقول حياة أمك العرف تغدى وهو طلع قام الكندورة وقام يلجم الكندورة مني محزن وبدي قطعش يسوي الريال قال هي أنا ما دخلت قال بعمري دخلت الكندورة صدقة كندورة هي اللي دخلتني الحين لازم أغديها هي اللي بغديها أنا هم تغدي أنا يوم جيت عند الباب اختوني قلت لي ما تحضر ويوم اتدينت ثياب واتدينت هذا حضرتوني أحب أغدي كندورتي شيء خير من بنت أحمد شيء خير من البنادة اليوم هم تعدل ومتزين ومتروح وعبرك ودهن عودك يفوح من وين وريحة العودة في ثيابك هنا يقول لا تضعضعوا الإنسان ما يضعضع مولية هنا نعم قدام العرب يخدي بيقولون هذا برا ما يسر ولا عنده شيء ولا ميت ولا لا أبوي عند الناس بذوبك وعند هلك بيديك معلوم هلك يعرفونك بو زير معروف بلية ثياب عند هلك بيديك لكن عند الناس بذوبك معلوم تجمل تجملون يقولون الحاسدين تضعضعوا الغالب محمد تجملوا لا يقولون الحاسدين تضعضعوا تحاشيك الملوك بالاعتدال هي نعم هي نعم يا الله هالمنطوق يا بنت أحمد لا خلينا منك والله والله يا بنت عمك إن فر الشيء منك مرد لا يا بوش أشكر فنك الله يرحم الربوتي الحمد لله إيش تتلابون ما بسائر عرس حقه بخلي عمري قدام العرب سواها ويدي وبشكال فني هي يا بوي باكي بيحطوني في ذاك الشبر إن الله جميل يحب الجمال يحب الجمال نعم يوم قال لي خسرت أبويا خسرت نصف فلوسي بالطيب قال يوم خسر فلوسك كلها بالطيب ما محمد يا فشتاء أني أخلط الفل البانيان هذاك الأولي وبو طيرة وبو طيرة والفدور حق البرانيس يا سلام وشو تازم يحدد والله نتلاقيك من عند باب الحبوب يا الله يحافظك يا بنت أحمد يطرح ليش البركة يلاجي ما بيننا على خير ضروري يا بنت أحمد انت لاقى مبروك يا الغالي اليوم المبروك رمشت الحظ وسلمت عليه حيل وباركت له بالنص قلت اسكت أقول لأبو محمد والله ما تفيقت ولا سويت أقول له قال لي والله قصرتي قلت له عاد أني كلمك سلم الغالي على أمو محمد وسلم بديت على صلاح وسلم على حصة منك سلام الواحد ولا بترمض هناك إن شاء الله منو؟ حصة؟ اتمنى ان طالبي من الله سبحانه وتعالى ان الله يعافيها ويعفو عنها امين ويردها نعم ويكشف ضرها الى العالمين يتحقق اليوم الفضيل يا رب يا الله يا رب يا الله تعافيها وتعافي امه محمد يا رب وتعافيكم الصحه والعافيه غناتي شكرا لك خليت من اسمك يا بنت بديت قلبك حبيبي بديت قلبك وداتك واحد اللي ما ضيع ودايها غناتي بديت قلبك حبيبي الله عاش بنت احمد ام الكرم مليون البيت السند والبند والمدخن اللي عطعط والروايح والطيب والحشمة والأخلاق والكرم والجدم وتخر يعني حرمة عن لك 600 حرمة حافظ عليها وعلى دار ربت فيها وعلى مذهبها وعلمها المعاني والكرم والرمس والتراتيب اللي في الدنيا كلها يا رجل الله يا رجل الله يا بنت أحمد لا خلينا منك أبو هالرجال هالشيف شيف منصور. Good afternoon again. Good afternoon to you. So we do the logimats. Hey. We have always a mosaic here, so it's made. The paste is done with saffron. We add it in front of the guest. We are not saffron. Some dibs. 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 Ya salam. Ya salam. Yeah. Masha'Allah, chef speaks Arabic. Masha'Allah, Ali. I understand of course. Here some sesame. Simsim. أيوة. Then mix it. Thank you very much. Yeah, welcome. هذا عندكم يومياً الحين اللي يقدمونه بعبد الله يومياً ولا بالطلب؟ موجود يومياً. موجود يومياً. في الأفترنون. بالمنيو بتاعنا موجود يومياً. بنقدمه يومياً للموجودين بيحبوه جداً وبيحبوا البرزنتيشن بتاعه الطريقة اللي بنقدم بيها. بس الله. الله. فعندهم الله يحفظكم طريقة للفقاع
هاي طريقته يحطون هذا حين هم يحطونها كديكور يعني هذا ما يعطي أي عامل أو أي شيء كديكور ولا يأثر لا على الطعم ولا على الشكل لكن كمطاعم ومطابخ يفضلون استعمال بهالطريقة واحدة طاح الداخل تسعين بالمية من اعتقادي انه يتخرفش ما يبارك له لا في عين لا في دهن لا في همك الله لا همك نمبر 1 believe me I was waiting to told you to feel something normal but or something not 100% but believe me even 1% nothing wrong thank you so much رقم واحد الفقاع عندهم رقم واحد اللي هو حد يسمي القاع حد كل بيت يختلف عن الثاني اللي يسميه عوامة حد لقمة الأراضي حد القيمات حد فقاع لكن على حسب البيئة والمكان اللي انت ربيت واستويت فيه ان يدك سمعته يسميه فقاع ترك بس سميه فقاع ان يدك سمعته يسميه القيمات ترك بس سميه القيمات و العرب هاللي قال سنة صوره شو اسمه ابو ابراهيم عوامه يلا يعني والدنيا مطرجه اختلاف ثقافات انت شو تسمونه سميه فقاع فقاع معلوم انت ابراهيم فقاع لا القيمات حد على القيمات خطروش all of them same work على فكرة كل اللي قال إبراهيم هذا كله غلط والله العظيم شي خص الفقاع أدري والله جاء تمسخر أدري خنفروش ليلك أنت الخنفروش أبوي أدري يا أبوي يخدم أبوي حق أبوي ما يسوى علينا قلنا هاللون منصور شباب this is what is that one شباب شباب traditional yeah but I did it I mix some orange some saffron some butter some honey into it yeah and caramelize the sugar some more orange slices شباب here and then add some pistachio هم طورنا هو مسوي هذا الشباب ومطورنا بطريقة إنه هو اللي مدخل عليه الحداثة فمسوي الشباب حاط فيه نكهات وما ادري شو وايد اشياء يعني فاكيد انه بيكون زي غربلاته هذا ساحر يا ابوك ما ادري من طاحوا بهالفندق الحين خدم هاي الدنيا كلها قدامنا هذا شكله النهائي هذا الشكل النهائي هاي وحده لي هنا وحده حق ابراهيم طاح هذا مالها عليه ما شاء الله اللي بعده تنخيم برتقال صار له لا هو واحد وانا اثنين لاني انا اكبر في السن هذا الفيديو مال الشباب مال شيف منصور مسوي اضافات نحن قلنا عبنا نطعم اضافاته بنخبركم عن خدمه الشيف منصور بالرغم من شهادة العالم كلها سابقتني والله يا شيخ منصور انك ساحر من السحرة الكبار سوينا عرفت كيف يوم اقول لكم يتخرفش ما في عين يوم سألت عن الخلطة خبرني نحن الخلطة اللي هو يستعملها نفسها ماخذينها من الدمام من عند أم سعود يدة عيالي بنت محمد الله يحفظها ويطول بعمرها لطيفة عمتي لطيفة هي معلمتنا طريقة الخلطة خلطة الفقاع كيف طريقتها ويغدي يتخرفش ما في عين مرة بس القرف عليه فوق ويتخرفش من تحطه في ذمك ياك طعم وايد فنها فوايد ضروري أنه تعرفون الطريقة بحاول أخبركم ما باليوم قبل رمضان بيوم أظن له بيومين يلا Thank you شيف منصور إنه بيأكلوا اللي تبدي لو حد منهم ظهر تتحين حياة أخوي محمد تتحين عبد الله وسعود
ها كله ما طلع. تام أنا. فرعون. الله أكبر عليك. هلا بيه. ان شاء الله ما الله الله يعطيك الصحه والعافيه امين يحفظك ان شاء الله صراحه انت يعني طلعت طلعه وايد الحمد لله رب يعني وبعدين بينت حق الناس العين المرفه وشويهات الاول لم مع الاول ما حد يعرف ما حد يعرف سبحان يعني. سبحان الله اللهم لك الحمد هذا فضل من الله سبحانه وتعالى هاي المناطق كلها من الثمانينات والسبعينات نحن نروح أيام تقول الشويهات هاي ما حد يجي مخلي السيارات شغالة بات فيهم مكيف ما يحرية ريان الكاس دعاة الرحمن الله يسر أمورك سلم على الجماعة إحنا الله يحفظكم في الطريق سايرين جدا خورفكان لحضور جنازة والد أخونا وربيعنا وصديقنا المذيع الرياضي المتألق هيثم الحمادي في فكان إن شاء الله إذا الله كاتب لنا نصيب إن شاء الله أننا بنلحق على الجنازة وعلى الصلاة إن شاء الله وبنحضر الدفن وإن ما الله كتب لنا ترى اسمنا وصلنا وانتخلف للجماعة وبرد إذا الله رضى إن شاء الله والله يغفر له يتقبل إن شاء الله مع الشهداء والصديقين هذا النفق أبوي اللي يرمسون عنه اللي يقولون من أكبها ما أدري كم يكون طوله النفق ما قريت رامس عنها منذر غير ما أعرف أنا كم ما بحالي يقرأ خاري كيلو يمكن كيلو يمكن طوله الله أعلم بلاد اسميه أبو قصة ولا يبال اللي نجهزوا هالمشروع يبال قصة يبال يبال كم خطفنا علي يبال كم قصة كم كلف هالمشروع يا أهل الله كم كلف يعني وكم الجهد وكم من المتابعة أخذ وكم فور فكان ترحب بكم شيء بعد نفق ثاني بعد قدام يا ربي اسمين لمشروع كم نفق بنفق شوفوا بالله عليك كم واحد بواحد كم واحد بواحد يا ربي شيء جميل لا والله انصح بزيارته منتزه طبيعي جميل بمطاعمه ومسايد ودنيا اكيد له باكرة ناس كلها تعبي غير أنا ما عند ما تحضرني لأني جيت المكان بالصدفة ولا أدري بالموقع هذا في مسايد في المطاعم في دورات المياه وفي الكافيهات في كل شيء في شيء تحت المكان سر لكن أنا ما عند أبوكم لو تدروب بي أنا وين تنبيت قلنا حين على أساس نتريى موعد الجنازة دار ما يضيع علينا الوقت يينا أبوي هالمكان الفنان هالأماكن تعيبني شبرة السمك هذا عاد حين أظني هالحين سوق المنادى بيكون ولا وين يجون اليزازيف يلس في هالمكان ها ابتدى والله ينزلون سمك يلحسني بتريالين يذل العشاء مسير وياه عند الجماعة عيبني المكان وعيبتني المدينة سبحان الله غرفة كان خفيفة أبلها خفيفة تحس كأنك في مكان توك ظاهر منه كان من زمان التمايته أنا عدي بأخر فكر أكثر من 35 سنة ما جيت أكثر عن 35 مرحبا مرحبا ها
زي بركبوا نص بلاني. حليلهم. أقول لك أقولكم هالخور ناس مريحين، ما تلقط حد راعي فيسه ولا في كبر ولا في خيلاء ولا راعي خقه. تحرى عمرك ساكن وعايش وياهم. اي والله حليلهم العرب. اول ما كثرهم تبارك الرحمن في ابو ظبي هالخور اللي يشتغلوا، انت من وين من الخور، انت من وين من الخور، خور فكام خور فكام خور، ما كثرهم الاف مؤلفه اكيد ماتوا هاي احنا من هاي السنين هم شواب اصلا، من يوم انا ياهل من مدينه زايد 12 سنه و 15 سنه وهم وهم ريايل لحاهم بيض. حين ماتوا بيكون لحاهم بيض بالاربعينات، ومن 40 سنه هاي 80 يعني بحد بيتم اكثر عن 80 هاي يستوي لك. ما ظني حتى منهم اللي اعرفهم السنين هاييك كلهم ماتوا، ما اعرف حد، ما اعرف حد، ما اتذكر حد اساميهم، نسيت انا اصلا ما حد ما اتذكر اسامي، ما 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 اتذكر ما حافظ اسامي ابهاتهم، نعرف بس اساميهم فلان وعلان وزيد وعبيد. راعي الخور، راعي الخور من وين، من الخور من الخور من الخور من الخور من خور فكا، بس ما سمعت حد يعني اتذكر اسمه اسم ابوه، ما حيدها لو اتذكرهم بنسال عنهم اكيد ان حد منهم حي، لكن بيذو حي اكيد ما فاقد الذاكره فوق التسعين والثمانين حين عمر. هي والله تب الله عليك شي يذكركم هالمنظر، فرضها مغزولها دنياها شي جميل والله. هاي فرضة الخور من داخل وين شبرة السمك. ما ابالغ اذا قلت لكم انه خور فكان عن بكرة ابيها كلها في مسجد سيدنا عمر بن الخطاب صلاة الجنازة، ما أبالغ إذا قلت لكم أن الخور فكان كلها يمكن بعد القرى المجاورة الله أعلم، لكن مسجد جامع يشل كذا ألف ولا لك موطى قدم من كثر العالم تبارك الرحمن. الله يغفر له إن شاء الله ويأجره. معقول إبراهيم كله مخليني روحي ولا كلمة من ظهرنا من الخور لين حين قريب نوصل دبي، كلمة ما تنطقت أنت أبو محمد. هي وايد بزي بزي في الشو بخشم يا أبو إبراهيم حليلي حليلي بعد حليلي أنا يا أبو اتفقت أنت ويا علي. لا والله حش أنا ما نتفق عليك صبر جميل بالله المستعان الله يكون فيك. أبو محمد ما كنت ما ترمس ابراهيم مشتلي احب انا وصل دبي. لا حول لا قوة الا بالله. ما ترمس انت صاخ. انا صاخ لانك انت وايد مشغول يا ابو ابراهيم. ما تكلمت انا مع ابو ابراهيم ولا غير ابو ابراهيم. حليله تراك شو اسمه تقول يلا ويلا 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 وروح ابلس المشغول. مصدر الخبر. مصدر الخبر اهم من الخبر روحه، ترى عيب ومنقود وقص خشوم وحق بلي فصل لا يطهرك لا بر ولا بحر يا أي إنسان كائن كنت، بالأخص إذا كنت إعلامي أنك تاخذ بس جزء من فيديو أو جزء من معنى أنت بحاطنا في بالك وتشيع وتذيع قدام يهت الله وعالمه فقط لغاية في نفس يعقوب. ترى جميل جميل أي إعلامي يكون عنده سبق صحفي، جميل إن الإعلامي يتكلم كلام يكون مقصوص من فيديو مش مكمل ماخوذ ربعه أو نصه أو شيء بسيط منه فقط لينزله على الملأ ويبني أفكار من عنده فقط لمجرد أن يكون عنده سبق صحفي أنه ياخذ الشهرة أني غدي أنجز شيء ياب خبر ما حد يابه. أتمنى له
اللي يبي الصبغ الصحفي هذا اتمنى له التوفيق من كل قلبي، اتمنى له رفعه واتمنى له انه ينول الصبغ الصحفي هذا، لكن يجيب القصة كاملة، لا تجيب اللي بس انت تبى تبني عليه الآراء او النقد الهدام، لا جيب القصة كاملة وحطها قدام العرب، لا تقص الشيء اللي انت تبى تبني عليه افكار ترفع فيها من شانك على حساب غيرك. فلله الحمد والمنة، الفضيلة حراسها موجودين، الفضيلة لها حراس والحراس موجودين من استوى الدنيا، ما عدنا حراس للفضيلة رقود وحد يبي ينبههم، لا الحراس موجودين وقائمين بعملهم، حراس الفضيلة موجودين وقائمين بعملهم على أكمل وجه ولله الحمد. نحن أبوي ظهرنا من خور فكان وصلنا حين دبي الله يحفظكم، وبنوصل إن شاء الله فندق فرساتي وبتلقطوا مفاجأة ريالنا هناك، يا ريال ضيف عزيز حبيب غالي يسوى العين وام العين، وبيبات عدنا الليلة بنتعشى ضربة في دبي دار الحي. في اللهجات المحلية الدارجة في دولة الإمارات أو في السعودية أو في الكويت أو في البحرين أو في وين، في كل مكان وفي كل بقعة في الكون، في اللهجة الدارجة، مش اللغة العربية الفصحى، لا اللهجة الدارجة في من الكلمات فرق في الفهم مالها بين شخص وآخر، حد من العرب ياخذ الكلمة هذه ويبنيها على أساس هو يبي يظهر الكلام ان هذا بطالي ويشيع ويذيع به انه بطالي، ويعدل ويزين ويظهر على الشاشة والساحة انه بطالي، بالرغم انها كلام ينقال في كل بيت وفي كل مكان. مثلا حد من الامهات تقول لولدها ثور يعلك ما تثور، ولا قم يعلك ما تكبر، ولا سر يعلك ما ترد، كلمة تنقال هل هي قصدها ان تتمنى ولدها ما يثور؟ هل هي قصدها ان تتمنى ولدها حشاشة يوفا ما يكبر؟ كلام متعارف عليه. تعال يعلتيك محية، هل ان المراد فهمه ان الشخص هذا اتيه محية؟ لكن الانسان اللي يبى يرتشب الفص على الخاتم يروم يرتشب الفص على الخاتم وعلى مزاجه وعلى هواه، لكن لجل غاية في نفس يعقوب. أنا ما تعذر وأقول ما قلت، قلت قلت وقلت وقلت وقلت، قلت الإنسان يوم في كامل صحته وعافيته والسبع وعشريني يلاعب ولده زين ما زين، يلاعب صبح ومساء، يلاعب أخته، يلاعب أمه، يلاعب أبوه، يلاعب أخوه، يلاعب حرمته صبح ومساء، يلاعبهم لاعب له صبح ومساء، يلاعب أخوه ملاعب صبح ومساء، شو المشكلة في هالكلام؟ أنا ما بعارف ليش حطوا الكلام هذا قب الدقل وآزم القال والقيل، ماله ماله حد من كثره، وشو عليهم الطروق وش لجله وشو هو وشو الأسباب هذه حق شو هالتحم، يوم أنت ما تفتهم للحديث ولا تعرف للرمسة، أنا مش ذنبي، مش ذنبي إن المحمل اللي جاي بأنك بعده مطابج، أنا ما يخصني ولا لي ذنب، إذا أنك أنت تصيغ الرمس وتصيغ الحديث بالطريقة اللي أنت تباها، أنت تبغي ترتشب الفص على الخاتم برايك، واللي بيصفج لك إلا شراتك، واللي بيقول وراك آمين إلا شراتك، شو بيغدي أخياره هلا شراتك. الإنسان اللي في حاس وعقل رب العالمين جعل في كل بني آدم مخ وعقل وحاسية ويعرف العدل من المايل، انت حين ما بتيلس تصلح الكون، انت الحين دفنت كل الفكرة هذه، الفكرة الطيبة الزينة
اللي انا قصدت فيها والعالم كله استفادت منها ان الادمي لازم يعرس في صباه ما يعرس يوم يشوب، ان الادمي له عليه يوم هو صغير بيروم يربي عياله بيلعب عياله بيكبرون عياله وياه. هذا نحن هذا قصدنا. انت هذا كل دفنته وظهرت كلمه عاديه تقال في كل بيت صبح ومساء، وحطيت تبوي وصقالته وهو ان شاء الله حادنك، ان شاء الله حادنك على هذا كله، ان شاء الله حادنك. شو استفدت انت الحين؟ شي فايدك وشو اللي جنيته من هذا كله؟ ما باليد حيله، رب العالمين فوق وهو اعلم بكل شيء وقادر انه يرد كيدهم في نحرهم. نعم يرد كيدهم في نحرهم. والله بيني وبينكم انا ما بهاين علي انتم، يعني نحن وضعنا استوى وضع مأساوي. نحن حين نجيب ناس من أوروبا سووا زل من مليونين ونص حبة مزيك، مليونين ونص، واشتغلوا في 6 شهور وأنجزوا عمل يسوى مليارات، ضاف بصمة للدولة وللموقع وللمكان. ونحن لين اليوم ولين بكرة إلا قال وقيل ومعاير ومنافت ورمسه إلا في تويتر في سناب شات في شرق وغرب. يعني هذا حين تصرف ناس أسوياء، هذا تصرف ناس فيهم حاسين. إلا قال الأول يقولون الحريم يرمسن، قال وقيل وصدع وديانة، حين أشوفكم بالحق والريايل بالحاهم كل واحد عياله أطول عنه. لا 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 ولا لا لا ولا شو هذا؟ ارتقوا اقدوا ريايل فيكم خير. خلاص خلاص ابوي، حين الناس ودرت هاي الحركات تبت تظهر فوق تظهر، حسر عن ذرعانك واظهر مرايلك وبتظهر يظهرك صيتك الطيب، يظهرك فعلك الزين، يظهرك وايد هالامور اللي تظهرك. لكن دور عاد اللي فهمي ولا انا فهمي. يلا اقولكم نحن متفقين وقال لكم انه جاينا ريال من دار الانديره، هذا ابوي هلال بن محمد. مساء الخير. والله مليون مرحبا ابو محمد. الحمد لله على السلامه. اي والله جايين لو تشوف الانفاق وتشوف الطريق، هذا الخط جديد تو فاتحينه من الشارجه لين خور فكان. ابو محمد ابو محمد مكلف 5 مليار وشيء درهم ما شاء الله، طريق يعني شفت 40 دقيقه، انجاز كبير الصراحه. اي والله يا ابو محمد شيء جميل. سبحان الله عمر شيوخنا وطول عمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه يطول بعمره ويعطيه الصحه يا رب العالمين. امين ويحفظه ان شاء الله. بس انكم ما تعبتوا؟ لا والله الطريق فنان ورقم واحد واضاءه والله يا اخي لو لحقت عليكم اني بس اخونا هيثم. نعم يستاهل والله من عنيله. احسن الله عزاه ان شاء الله. كم حين نحب نصير كنا بنتعشى في المطعم الايطالي اللي في الفندق هذا، شيء طبيعي تاخرنا موعدنا الساعه 9 حاجزين هو ويانا هم متأخرين، كان حينا يلا بنام سعد خلاص. وصلنا المطعم الإيطالي، كل شيء رسومات هاي تشوفونها على الجدران كلها يدوي، رسم يدوي. واللي يميز هذا المطعم دون عن غيره حتى خواشيجهم وشوكهم كلهن هاند ميد وماركتن اللي هي فرساتشي على كل قطعة. وهذا النوع من الصحون ومن أشياء التقديم مش موجود الألوان هذه إلا في المحل هذا، المطعم هذا بالذات هو وديكورات فقط في هذا المطعم، مطعم الإيطالي، مطعم مميز يشار لبن البنان، كل حد يعرف عنه. نحن جايين اليوم نجربه، لكن معروف هو غير أنا أول مرة أي الفندق هذا، وإن شاء الله أنه بتتكرر الزيارة. شكرا جزيلا. شيء لا صار ولا سوى مطعم، تعرفون شو يعني خيال خيال، وكان منزور لين عينه لغير نحن أبوي متأخرين الزيادة على اللزوم، هم الساعة 10:30 11 إلا ربع يخلصون ونحن جايين الحين. يلا يلا أصلا طاعوا ودخلونا، ونحن مجموعة ما شاء الله كبيرة. هاي يوم قلت شنك بن عنك. اسمه بيري سنسيشن هذا العصير، وفنان فنان فنان. شكرا.
The special Japanese scallop seared to our Italian cuisine, and we have a special passion fruit sorbet. Uh-huh. We have a baked eggplant together with parmesan cheese and cherry tomato on top. And we have a crafted burrata cheese together with eggplant puree and heirloom tomato for Mr. Khalid. Thank you. Chef, salam alaikum. Salam. عليكم السلام. عليكم السلام. هذا ابوي الشيف مالهم يقول لك ايطالي في مطعم ايطالي، امه ايطاليه وابوه ايطالي ويده ايطالي وكلهم قوم بنصيره. ها سالفه سونو ماركو هي ها من قوم الماركي المراد ان ابوي بطن وظهر ايطالي، ما بيقول لك مطعم ايطالي ويايبينه من حيدرابان ولا مطعم ايطالي ميوب من لاهور، الناس كلها خير وبركة، لكن هذا أبوي إيطالي بطن وظهر قلبا وقالب. Thank you chef. Welcome. Thank you. أنا ما أحب الفريق. أحب الصالونة. مرحبا والله أبو محمد، والله مليون مرحبا. تو ما نور فرساتي. هلا والله. ياسين أبوي مبسوطين. عينين من الله خير، شاهد هالوجه الجميل وهالشباب الحلوين الفنانين الشباب الرزق اللي حفظهم تبارك الله. منو هو؟ ابراهيم. ابراهيم ضعف، ما ايش مسوي بنته؟ مسوي رجيم وابدا مفحام عنده من يصبح لين يمسي. لازم تعطينا انت الحين شو برنامجك؟ خفف الاكل. كيف والله زي عطل الخلطه وكله خضار فواكه قنتي خبر على ابو عبد الله هناك يا هاي الشباب ياكلونا في الدوام. ايه بديت من انا ما اكذب انا صادق ترى. قلتي بعد شرف يغني وياها انا؟ ايه وين تعرفون بشي يغنون ابراهيم؟ ما اعرف اغني. لا والله غنيت الاوليه. اي وحده؟ الاوليه خلاص خلاص راحت. الحين توك تغني انت وياها هذه؟ لا ما اغني والله. هاي الأولية ملاقو مش ملاقو. ها شو هي ملاقو؟ هاي مالن فين زين. شيف this is sea bass we cook with the aromatic salt herbs thyme and lemon so is steaming in the salt with salicornia pickle cannellini beans puree and spinach and bagna cauda. Bagna cauda is a foam from anchovies and the garlic. Thank you, chef. Buon appetito. Thank you. What it was your question? Did you enjoy your food? What did you see in our plate? It's really empty. So I'm sure that you had a nice time. My barakana. It was very good. Thank you. Pleasure. Thank you very much. I'm very good. السيباس مالهم سوينا على ملح. ملح روحتي يحطون في تاوة ما أدري كيف سوى هذا الشيف مالهم. ستيم ها؟ ستيم. اتوقعت يوم شفته ابيض مبحلق في خاطريه فتبي ريحه سفره ولا شياته حتى كبدي تشزت. والله يا ابوك يا من ما كانك تاكل سمك غير نمور طعمه. قربله الله ما بيخبرونا ايش قاعد يطبخون. مثل افوكادا الفانيلا ايس كريم سايد براونيز ايوه سبونج سيارات. بون ابيتيتو. ثانك يو. اند وات اباوت ذا سان؟ This is a tiramisu. It's a classic Italian dessert. يا سلام. عدلهم أبوي بلادهم. بلادهم التيراميسو لهم أبوي ثوبهم الموسو. Amalfi Coast. You have to come to Salento. My region. Yeah. Salento is like southeast. There is very nice coast. Lemon? Sorrento, yeah, is the lemon. Yes. I'm from... شو تقولون هلا؟ ها؟ شو تقولون؟ يقول لي المناطق اللي في شو اسمه اقول له منطقتك فيها ليمون، قال لي صحيح كلها مزارع ليمون عندهم. والله؟ اي نعم. 1 2 3 تشيز.